يوم جديد وحلقة جديدة بطاقة وبنشاط جداد. أول فقرة معانا هنتكلم فيها عن قصص نجاح جراحات السمنة. طبعا ناس كتير جدا عندها حب استطلاع انها تعرف أكتر عن جراحات السمنة، ومش بس تسمع كمان تشوف بعينيها. عشان كده النهاردة هيكون معانا تقرير مهم جدا جدا لنتائج جراحات السمنة. اسمحوا لي الأول أرحب بضيفي اللي منورني، دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بطب عين شمس، ومدرس جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل وعدل الفيدرالية الدورية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة، وزميل الكلية الملكية بلندن. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. إيه الأخبار؟ الحمد لله. يعني أنت محضر لنا النهاردة مفاجأة في التقارير. نتائج جراحات السمنة هي نتائج مذهلة يا جماعة، عايزاكم تتابعوا الحلقة. بس عايز أعرف بقى نسب نجاح جراحات السمنة دكتور إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسمحي لي إن أنا أحيي حضرتك والسادة المشاهدين. الحقيقة طبعا جراحات السمنة أينما كان، يعني إن هي كانت موجودة في مكانها، يعني كلما كانت العملية مناسبة للمريض أو اخترنا العملية المناسبة للمريض المناسب إن شاء الله النتيجة هتبقى 100%. الفكرة بس إن احنا ناخد تاريخ مرضي من مريض السمنة كويس جدا، يبقى عارفين إيه نوع الدايت اللي هو ماشي عليه، الهابتس بتاعته ماشية إزاي، وبالتالي والتاريخ المرضي بتاعه. والله واحد عنده ارتجاع في المريء نعمل له تحويل مسار، ما نعملوش تكميم معدة مثلا. يعني عمليات إنقاص الوزن لما بنختارها في المريض المناسب ان شاء الله النتائج بتاعتها تبقى عاليه جدا. مش بس انقاص الوزن، يعني احنا من التقرير اللي هنشوفها دلوقتي يا دكتور انا بحس انت بتختار العمليات الصعبه قوي في مرضى الحالات الصعبه جدا، بتبقى واثق من النتيجه اللي انت بتوصل لها؟ عايز اقول لحضرتك حاجه، هو الشغل في مرضى السمنه كلما كان الاوزان عاليه قوي بيبقى الشغل الى حد ما صعب. بس احنا بنقول ان احنا قدمنا حاجه كويسه. يعني الشغل اللي هو في وزن 110 او 120 كيلو ده ما بقاش، يعني ده احنا عايزين الحاجات اللي هي فعلا اللي هو وزنه معدل 250 300 كيلو. ودي حالات كتيره جدا محتاجه فن جراحي، فن تخديري، يعني محتاج الات ومعدات امريكيه حديثه بحيث تجتاز يعني العمليه بنجاح ونتائجها تكون عاليه جدا. طيب خلينا نروح نشوف التقرير بقى ونرجع نكمل كلامنا مع الساده المشاهدين، انتظرونا. اسمي محمد محمد السعيد الزغبي من بورسعيد. من كتر السمنه وصلت للوزن 330 كيلو، عانيت من السمنه جامد وتعبت، رحت لدكاتره كتير لحد ما ربنا كرمني بالدكتور كريم ورجح لي عمليه تكميم المعده، وعملتها من 8 شهور و10 ايام، ودلوقتي وزني 150 كيلو من 330 كيلو. أنا اسمي شاهد عبد الرزاق محمد أحمد إدريس من المملكة العربية السعودية، عمري 25 سنة، وزني كان 171، فكنت أعاني من السمنة المفرطة، وكنت أعاني من الصحة والعمل مع الأصدقاء في اللبس في الطلعة في كل حاجة. فلما شفت الدكتور كريم صبري في التلفزيون فرحت للدكتور كريم، وقعدت مع الدكتور كريم ونصحني إن أنا أعمل عملية تكميم، فعملت العملية في خلال شهرين نزلت 231 كيلو في خلال شهرين، كان وزني 171. فأنا بشكر الدكتور كريم وجميع طاقم الفريق كلهم وبهنيهم وإن شاء الله للأحسن إن شاء الله، وبأنصح بزيارة الدكتور كريم في إجراء عملية التكميم المعدة أو تحويل المسار. ورجعنا مره ثانيه مشاهدينا بعد الفاصل مع دكتور كريم صبري. انا بحييك على النتيجه اللي انا شفتها دي. الحمد لله. يعني طول الوقت بتنافس نفسك كده. عايزه اتكلم عن الحاله اللي 330 كيلو، كانت حاله صعبه جدا شكلها، يعني اللي يشوفه قبل ما يعمل العمليه يقول انه استحاله استحاله يخس. استاذ محمد الزغبي الحقيقه طبعا كان 330 كيلو، كان قاعد شهر كامل في رعايه مركزه بسبب ان هو مش قادر ياخد نفسه اثناء النوم. فكان محجوز قبل ما يجي لنا شهر كامل في المستشفى، مستشفى الصدر، مش قادر ياخد نفسه، متعلق على يعني
حاجات للنفس. الحاجة التانية ان هو قاعد 6 شهور كاملين ما بتحركش من السرير. الحمد لله دلوقتي نزل حوالي 180 كيلو في خلال يعني 7 شهور، ولسه ما زال انقاص الوزن يعني لسه يعني وزنه لسه ما ثبتش لحد دلوقتي. احنا بندي امل في ان الجراحات الصعبة الحمد لله احنا بنعملها في مصر بكفاءة عالية جدا، بنعمل الحالات الصعبة تخديريا، الحالات الصعبة في الاوزان العالية جدا. 330 كيلو ده وزن مش قليل قوي ان انت تدخل فيه بالمنظار. يقعد اقامة يوم في واحد في المستشفى ويروح. ده منظار يا دكتور مش جراحة؟ لا طبعا بالمنظار. بس المنظار طبعا محتاج الات امريكية، مناظير هاي ديفينيشن، محتاج يعني طقم تخدير محترم. وكمان يعني مش بس جراحي، احنا مش بنتكلم على الصورة الجراحية بس، لا هو عنده مشاكل تخدرية كتيرة. الحمد لله المستشفى كانت مجهزه جدا، يعني الحمد لله ربنا وفقنا فيه يعني. فدي دعوه نقول ان مفيش خوف من عمليه السمنه، احنا اشتغلنا في اصعب الاوزان يعني في اصعب الحالات التخديريه والحمد لله ربنا وفقنا فيها. اهم حاجه الخبره والكفاءه، اصل حاله زي دي مش سهله اطلاقا، لازم يكون الطبيب متخصص جدا عنده خبره وكفاءه ودراسات عليا في هذا المجال. طيب خلينا نتكلم برضو على 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 الصوره دي يا دكتور، انت قلت لي ان هو خس نسبة كبيرة 31 كيلو في خلال شهرين، ده يعني لسه شهرين، ده لسه قدامه سنة ونص كمان يخس فيهم. احنا بنقول ان خلال شهرين النتيجة هايلة جدا هايلة جدا، وبتكلم وهو مبسوط جدا وبياكل ويشرب واموره كويسة خالص، عاد للحياة بصورة اجتماعية جديدة، عاد للحياة بصورة صحية جديدة، عاد للحياة بدون سمنه ونزول وزن صحي. احنا يعني بينزل في الوزن وشه كويس ما فيهوش اي مشاكل الحمد لله، وده بالمنظار الحمد لله ما خدش مثلا نص ساعة في اجراء العملية. بس انا عاجبني قوي ان هو مش مصري، جنسيته مش مصري. عاجبني قوي ان الناس دلوقتي بقوا بيجوا من بره مصر عشان يعملوا العمليات دي، يعني الفكره دي اختلفت تماما. حتى انا بلاحظ عندكم في السوشيال ميديا على الفيسبوك ان في ناس كتير جدا من دول الخليج بيسالوا عن جراحات السمنه. احنا عندنا في مصر بنقدم اعلى خدمه في العالم كله، في من ناحيه الاقامه، من ناحيه احنا ماشيين على الجايد لاينز الانترناشونال الدوليه، عندنا الات امريكيه حديثه جدا، كل الحاجات اللي متوفره في اكبر المراكز الصحيه والجراحيه في العالم دي متوفره عندنا، وبنجري العمليات بكفاءه عاليه جدا وعدد يعني انا عايز اقول لحضرتك احنا اكتر ناس بنشتغل حالات شهريه، يعني قد تتعدى ال 100 حاله في الشهر. يعني طبعا دي لا تتوفر لاي مكان في العالم الا اذا كان يعني حاجات بقى مؤسسات كبيره، لكن احنا عندنا يعني تكنيكاليتي وعندنا الحمد لله الخبره الكافيه ان احنا نعالج اي حاجه من حاجات السمنه، مش بس حالات السمنه اللي هي السهله اللي هي تكميم وتحويل، احنا بنعالج كمان مضاعفات عمليات السمنه اللي اتعملت في اماكن غير مؤهله لذلك، اللي اتعملت بطريقه جراحيه غير مظبوطه. يعني احنا بنعالج فشل تلبيس المعده، احنا بنعالجه الحمد لله بالمنظار مش بالفتح الجراحي كمان، حتى لو معموله بالفتح الجراحي قبل كده. بنعالج العمليات اللي هي ما نزلوش فيها في الوزن، واحد عمل تلبيس تكميم معده مثلا في مكان شال جزء من المعده وقال له انا عملت لك تكميم، احنا بنعالج الناس دي دلوقتي وبنصلح لهم المشاكل. واحد بيرجع بعد عمليات تكميم، واحد بيرجع بعد اي عمليه يعني فيها مشكله، احنا الحمد لله بنصلحها وبيجي لنا من كل يعني دول طبعا في كل اماكن يعني. طب ليه في ناس بتحصل لهم مضاعفات يا دكتور؟ يعني بيشتكوا من ده؟ والله في ناس عشان بس الحاله الاجتماعيه، في ناس ما بتقدرش تدفع تروح تعمل في مكان محترم يعني العمليات، فبتضطر ان هي تروح لاماكن بيعملوا العمليات بالفتح الجراحي. وده ممنوع جدا، بيعملوا عمليات ممنوعه زي تدبيس المعده، عمليات اصلا معروف ان هي هترجع بعد العمليه، يعني هترجع وانت عارف ان انت هترجع بعد العمليه، ويقول عليها تدبيس معده حديث، تدبيس معده قديم، وفي الاخر بتبقى عملت انت اتدبست في عمليه مش المعده بتاعتك اللي اتدبست. اللي بيروح يعمل تكميم معده بيتقص جزء من المعده، تلاقي قبه المعده متبقيه او المعده اصلا واسعه او المعده او ما تبقى من المعده حجمه كبير، وبالتالي ما بخسش، اختار العمليه خطا. يعني واحد اكل سكريات بصوره ادمانيه عمل تكميم معده، واحد حصل له ترجيع بعد العمليه هو اصلا عنده ارتجاع شديد في المريء وعمل تكميم فابتدي يعني ما عملش معاه نتيجه بالظبط كده. الالات الجراحيه المستخدمه قد تؤدي الى مضاعفات، يعني احنا بنتكلم على الات امريكيه حديثه دلوقتي بتستخدم في جراحات السمنه، في هناك اسعار يعني لا تتناسب تماما مع تكلفه الدباسه الواحده. مشكلتنا موضوع الاسترخاص ده يا جماعه، ما ينفعش خالص الواحد يسترخص مع جسمه. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحه العامه والمناظير بتبع عين شمس، ومدرس جراحات السمنه والمناظير بتبع عين شمس، واستشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، وعضو الجمعيه المصريه لجراحات السمنه، وزميل الكليه الملكيه بلندن. انا بشكرك جدا يا دكتور، نورتنا النهارده. مشاهدينا لسه فقراتنا ما انتهتش، فاصل وراجعين ليكوا على طول.